الرحمن الرحيم. يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. اليوم يوم تاريخي بالنسبة للأسرة التعليمية، يعني الأسرة الكبرى للتعليم، بحيث أنه غادي إن شاء الله كما لاحظتوا وقعنا واحد اتفاقيات إطار مع جميع جمعيات وهيئات التي تمثل التعليم الخصوصي، وبفضل هذه الاتفاقيات غادي يتمكنوا كل رجال ونساء التعليم والأطر العاملين في هذا القطاع من استفادة بالخدمات ديال المؤسسة اللي كتعطيها المؤسسة لجميع رجال ونساء التعليم ديال القطاع العام. كما هو في علمكم القطاع الخصوصي هو كيقوم بواحد المهمة نبيلة بالنسبة لأسرة التعليم، بحيث أنه عندنا تقريبا مليون ديال المتمدرسين والمتمدرسات اللي كيمشيو القطاع الخصوصي، وهذا كيمثل تقريبا 18% ديال العدد الإجمالي ديال أبناء المغاربة اللي هما في سن التمدرس. فكان من الواجب ومن الضروري ومن الطبيعي أنه رجال ونساء التعليم اللي هما في هذا القطاع يقدروا حتى هما ينضموا الأسرة الكبرى ديال التعليم ويدخلوا المؤسسة محمد السادس. هاد الاتفاقيات تمكننا نوقعهم بفضل التعديل القانوني اللي قمنا به في شهر غشت، اللي تم التصويت عليه في البرلمان في شهر غشت، واللي فتح المجال باش المؤسسة توقع هاد الاتفاقيات. هما الاتفاقية غادي تكون إن شاء الله بعد هاد الاتفاقية الإطار غادي يكونوا اتفاقيات التطبيقية مع كل مؤسسة ديال التعليم الخصوصي اللي منضوية تحت هذه الهيئات هذه، باش نقدروا نوقعوا معهم وحدة وحدة، والرجال والأطر ديالهم يقدروا الرجال والنساء يستافدوا من هاد الخدمات ديال المؤسسة. غادي يستافدوا من كل خدمات المؤسسة بنفس الطبيعة وبنفس الشكل اللي كيستافدوا بها كل الأطر والتقنيين اللي كيعملوا في القطاع العام. فهذه كما قلت لكم هي يوم تاريخي للأسرة التعليمية الكبرى، وهذا النهار هذا كيصادف واحد الخدمة جديدة أو واحد تحسين ديال واحد الخدمة للمؤسسة كتقوم بها منذ 2002، بحيث كما هو في علمكم هي أول خدمة وضعتها المؤسسة، وهو الدعم السفر عبر القطارات. والمؤسسة كتسجل تقريبا 1,400,000 سفر مدعم كل سنة ديال الأسرة التعليمية، وكيكون تخفيضات ديال 30% بالنسبة لكل الأسفار اللي كاينين على السكك الحديدية. وفي 2019 المؤسسة وقعت اتفاقية واحدة أخرى مع سوبراتور باش يكون واحد التخفيض ديال 25% كذلك عبر التنقل عبر الحافلات. الحمد لله غير في هذا الأسبوع هذا وقعنا من جديد مع المكتب الوطني للسكك الحديدية وسوبراتور تعديل ديال الاتفاقية باش نمكنوا كل منخرطين الأزواج ديالهم والأبناء ديالهم بواحد التخفيض، كان ذلك عبر القطار أو عبر الحافلات لكي يوصل إلى 40%. فهنيئا للأسرة التعليم وشكرا لكم. ما تنساوش تابوناو لاشين.